السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة أمل ألمانيا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى تكونوا دائما في صحة جيدة وفي تمام الصحة والعافية، أنتم ووالداتكم وعائلتكم، وكنتمنى إن شاء الله تكونوا ديما بخير وعلى خير. كما كتشاهدوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو جديد، غادي نشارك معكم بيتزا على شكل قوارب بطريقة سهلة، وكذلك واحد العجينة قطنية ورائعة وناجحة كذلك كتدوب في الفم هاد العجينة. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تابعوا معايا ان شاء الله الطريقة والمقادير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد البيتزا، غادي نحتاج هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، وغادي نحتاج معلقة كبيرة ديال السكر ومعلقة كبيرة ديال خميرة ديال الخبز، غادي نحتاج كذلك شوية ديال الزعتر وواحد شوية ديال الابزار والملح، غادي نحتاج كذلك الى بيضه، غادي نحتاج نصف كاس ديال الزيت زيت المائده، وهنا عندي كاس كبير ديال الحليب يكون دافي. المهم هادو هما المقادير ديال هاد لاباط اللي غادي نديرو ديال البيتزا. غادي نضيف هنايا الزعتر الملحه وكذلك السكر والخميره ديال الخبز، غادي نضيف نصف كاس ديال زيت الزيتون، هنا غادي نضيف كذلك بيضه. هنا غادي نخلط كل شيء، هنا غادي نعجنها في العجانة صراحة، وهنا غادي نضيف كذلك الحليب بالتدريج حتى تجمع لي العجين. تقدروا تعجنوها غير بيديكم، انا فضلت نعجنها في العجانة. كما كتشاهدوا خلطات لي العجين ديالي كاملة وحتى ولات متجانسة، وغادي نغطي العجين ديالي وغادي نضعها هكا في حمام مائي كما كنقول لكم ديما باش دغيا تخمر لينا هاد العجينة. وغادي نمشي نحضر لاصوص ديال المطيشة. هنا عندي مطيشة ديال الحك تقريبا كأس كبير، وغادي نضيف لها شويه ديال الزعتر والقزبر والمعدنوس وكذلك الملح والابصار وشويه ديال الزنجبير وشويه ديال الزعفران والفلفل الاحمر كذلك. وغادي نخلي هذا الشيء يتشحر مزيان، هذه لاصوص اللي غادي ندهن بها البيتزا ديالي. وغادي ندوزو للمقادير الاخرى اللي غادي نحتاج. انا هنا بصله قطعتها على شكل طولي، يعني ديك الحكاكه على شكل طولي ورقيقه، وغادي نقطع كذلك الفلفله الخضراء والحمراء وشويه ديال القرعه قطعتها دوائر. هنا غادي نحتاج كذلك الموتزاريلا، غادي نقطعها كذلك، غادي يعني تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتوا، انا استعملت هذه الموتزاريلا. وهنا عندي الجبن الاحمر، وغادي نستعمل كذلك الطون. هنا عندي ثلاثه ديال الحك ديال الطون، وعندي الزيتون الاسود. بالنسبه للفرماج الاحمر، انا هنا خدينا جوج كرات ديال الفرماج الاحمر، كاين في هولندا صراحه، صراحه خديناه حنا من هولندا، وما عرفتش واش كاين في المانيا ولا لا، وكيتباع بثمن مناسب، يعني 100 درهم الكره واحده كدير 110 اورو، يعني 100 درهم تقريبا. هنا غادي نحكو بالحكاكه يكون شويه غليظ، نحك القياس ديالي. صراحه الفرماج كينفع مزيان لهذا الشيء ديال البيتزا، وينفع كذلك الرمضان، داكشي علاش خديته على قبل رمضان ان شاء الله. هنا لاصوص ديالي من بعد ما وجد كما كتشاهدوا تشحرت مزيان هذيك لاصوص مطيشه، الفرماج حكيته. بالنسبه للباط كما كتشاهدوا انا قطعتها هنا على شكل كريات صغار قياس اللي بغيتو، انا بغيت نديرهم على شكل قوارب، الا بغيتو ديروهم على شكل دوائر بالشكل الاعتيادي ديالكم، انا فضلت انا نغير شويه المنظر، انا طلقتهم المدلك على شكل طولي. كما كتشاهدوا انا حاولت نفسر لكم كيفاش غادي ندير، غادي نتني هاد الجوانب من بعد ما غادي نعمرهم بالجبن. هنا غادي نعمرهم بالجبن الاول عاد غادي نتنيهم، انا بينت لكم غير الشكل في الاول، هذاك الفرماج الاحمر، وغادي نجمعهم مزيان كيجيو غزالين وكيجيو هشاش وبنان كذلك بهذا الجبن. كما كتشاهدوا هنا شكلتهم على شكل قوارب ودرتهم بشكل كبير، يعني ما بغيتش نبقى ندير باش نديرهم صغيورين، قلت نديرهم كبار من الاحسن باش تسهل عليا كذلك حتى الخدمه، ما بقاش كل واحده نعمرها بوحدها. نفس الطريقه عمرت الثانيه كذلك بالجبن في الجوانب، ودعت غير كميه قليله، وغادي نثني عليهم بهذه الطريقه ونضغط بالاصابع ديالي باش ما يتحلوش كما كتشاهدوا، وكنطلقوها شويه تكون رقيقه. كما كتشاهدوا هنا سديت هذوك الجوانب ديالها وعطيتهم شكل ديال القارب، يعني درتهم على شكل مثلث من الجوانب. هنا حولتهم للطاوه اللي غادي ندخلها للفران. كما كتشاهدوا انا شكلت اربعه، لان الفران ما غاديش يهز ليا كميه كثيره، صيبت اربعه وغادي ندخلهم يطيبوهم من الاولين عاد نكمل الكميه اللي عندي الاخرى. المهم انا صيبت ربعه كما كتشاهدوا، خليت ربعه
اخرى حتى نكمل ويطيبوا لي الاولي. دهنتهم يعني بلا من ما تقبتهمش بالفرشاة، خليتهم هكاك عادي. غادي ندهن بتقريبا معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك اللي داك لاصوص اللي طيبت. وغادي ندير هنايا البصله، كتعجبني صراحه انا البصله في البيتزا تكون هكا خضراء، ما كنفضلش انني نطيبها، كنحكها رقيقه وكتجي بنينه فيها. غادي نضيف كذلك الفلفله الخضراء والصفراء، الخضراء او الحمراء يعني، حتى الصفراء اللي كانت عندكم تقدروا تضيفوها. تقدروا كذلك الا بغيتوا الفلفله ديروها بشكل طولي، حتى هي انا فضلت انني نقطعها مربعات. تقدروا لما بغيتوش ما كيعجبكمش البصله في البيتزا ما ديروهاش، انا كتعجبني صراحه وكنقطعها رقيقه وما كتبانش صراحه كتذوب. تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا، لان كتجي صراحه غزاله هاد البيتزا، حتى لاباط ديالها صراحه ناجحه كما كتشاهدوا. وغادي نضع كذلك هنايا الطون من بعد ما صفيتو، عمرتهم كذلك بطريفات ديال الطون، حاولت نوضعهم في الجوانب في الوسط، ما نديرهمش نوصلهمش للجوانب. وغادي ندير كذلك طريفات ديال القرعه، قطعتها دوائر حتى هي قطعتها رقيقه غير بالحكاكه اللي كنحكوا بها الخيزو، حكيتها هكا خرجت دوائر ديال القرعه كتخرج رقيقه، وزوقت بها هاد البيتزا ديالي من الفوق، يعني صراحة سهلة. وهنا غادي نجيب كذلك الموتزاريلا نقطعها حتى هي طريفات صغار، وغادي نوضعها في وسط البيتزا ديالي. كما كتشاهدوا المنظر ديالهم غزال. تقدروا ما بغيتوش ديروا الموتزاريلا تخليوهم غير هكا بالطول، انا فضلت انني ندير لهم موتزاريلا كما كتشاهدوا. موتزاريلا شويه باش كتجي صراحه غزاله فيها، لانها كتجي المذاق ديالها زوين بها. بالنسبه للجوانب اللي عمرتهم بالجبن، غادي ندهنهم ببيضه كامله، خلطتها مع شويه ديال الخل، طربتها غير مع شويه الخل، وغادي ندهن هاد الجوانب نمشي معاهم كاملين باش كيجيو محمرين ويجي المنظر ديالهم زوين. غادي ندوز عليها كامله، ندهنها بالبيض وشويه الخل باش ما يبقاش فيه المذاق ديال البيض. صراحه كتجي هاد الجوانب ديالها محمرين وكيجيو كذلك المذاق ديالهم زوين بالجبن، يعني كندهنهم كاملين الجوانب. نحاولوا نخليو الحشوه تبقى غير في الوسط، ما نوصلوهاش للجوانب باش يبقى الشكل ديالهم باين وواضح، يبقى المنظر ديالهم زوين كما كتشاهدوا. هنا من بعد ما دهنتهم صراحه المنظر ديالها رائع. غادي نجيب شويه ديال الزنجلان ونديرو في الجوانب، نحاول ندير كميه اللي تكون باينه، انا عزالي نكون كثير صراحه باش يبقى باين. غادي نزوق الجوانب كامله شوية ديال الزنجلان هكا باش يجي المنظر ديالها زوين وراقي. صراحة العين كتاكل، لأن كيعجبني صراحة الطبخ ديالي وأي حاجة نديرها كتعجبني نزينها وتبان لي زوينة. كما كتشاهدو كيبان المنظر ديالهم رائع صراحة. هادو ربعة درت ليهم الزنجلان، وربعة لاخرين غادي ندير ليهم الخشخاش. كما كتشاهدو راه جاو غزالين. هنا غادي ندخلهم الفران يطيبو، ومازال ما درتش ليهم الفرماج الاحمر، تقدروا لو بغيتو حيت درت ليهم موتزاريلا، غادي ندخلهم يطيبو تيقربوا يطيبو عاد ندير ليهم الفرماج الاحمر، اولا تخليهم غير هكا لانه اصلا فيهم موتزاريلا حتى هو كيعطيها واحد المذاق زوين. كما كتشاهدوا هنا دخلتهم الفران، غادي نستناو حتى يطيبو لان الفران ما غاديش يهز ليا كميه اخرى. غادي نمشي نصيب الاربعه الاخرين اللي بقاو ليا، حتى هما صيبتهم بنفس الطريقه، عمرتهم بالجوانب، عمرت الجوانب ديالهم بالجبن، نيتهم وعطيتهم الشكل ديال القارب. كما كتشاهدوا دهنتهم بلاصوص ديال المطيشه، ودرت كذلك الفلفله الخضراء والحمراء والبصله اللي قلت لكم قطعتها دوائر رقيقه على شكل طولي، عمرتهم كذلك بالطون وبالموتزاريلا، وكذلك درت لهم شويه ديال القرعه من الفوق. يعني الحشوه تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا، اي حاجه متوفره عندكم. تقدروا لما بغيتوا ديروا الطون ديروا كذلك الكفته، يعني اي حاجه كتكون عندكم متوفره. انا صراحه اختاريت انني ندير غير الطون. صراحه هذا النهار هنا كنا خارجين، جيت بالسربه وصيبت هاد البيتزا، صراحه ما خداش معايا وقت دغيا صيبتها. وهنا كما قلت لكم درت شويه ديال الخشخاش من الجوانب، كيعطي حتى هو منظر غزال ورائع كما كتشاهدوا. انا هذا هو اللي درت الجوانب، تقدروا ديروا نتوما اللي بغيتوا اولا تخلوهم كاملين ديروهم غير زنجلان كاملين. انا بدلت شويه مع انه نفس المذاق. صراحه البيتزا ديال الطون كتعجبني انايا،
كما كتشاهدوا كنحاول نغطيهم بواحد الورق المطبخ من الفوق باش ما يتحرقوش، يعني تا كيطيبوا كما كتشاهدوا الشكل ديالهم وسط الفران غزالين وتنفخوا، المنظر ديالهم غزال. تقدروا لو بغيتوا تخليهم غير هكا خليهم كتجي هشيش هذاك العجين، ولا بغيتوا ديروا كذلك طبقه ديال الجبن من الفوق ديروها. هنا غادي كنشوفهم مازال اللي مازال ما طابش، الطبقه الفوقانيه كطيب والطبقه التحتانيه مازال، غادي نطلعها الفوق. هنا ملي قربوا يطيبوا غادي ندير لهم شويه ديال الجبن من الفوق، اولا تقدروا تخليهم غير هكا. انا شي وحدين خليتهم هكا المنظر ديالهم باين، وشي وحدين درت لهم الجبن، صراحه فيهم موتزاريلا يعني ما يحتاج ندير لهم الجبن. كما كتشاهدوا هادو درت لهم الجبن، وجوج اخرين خليتهم بلاش. كما كتشاهدوا الكيج محمرين واللون ديالهم ذهب غزال، وكذلك هشيشه كما كتشاهدوا راني درت لهم الجبن، يعني الجبن حتى هو كيغطي على المنظر ديالهم ولكن كيجيو غزالين وبنان حتى هما. صراحه نتمنى ان شاء الله تجربوهم، راهم ساهلين وما كياخذوش وقت طويل، وهذا المنظر ديالهم والشكل. هنا من بعد ما طيب دخلت كذلك هادو اللي درت لهم الخشخاش حتى هما دخلتهم في الطبقه التحتانيه، يعني كنطيب بشويه بشويه وكنستغل كذلك الوقت باش ما نتعطلش على الغدا. صراحه راه كيجيو غزالين هادو، طابو من الاولين زولتهم خليت هذوك اللي درت لهم الخشخاش يطيبوا حتى هما في الفران. كما قلت لكم الشكل ديالهم هنا بلا جبن كيبان غزال، وكذلك الشكل ديالهم بالجبن كيجو حتى هما رائعين. وهادو كذلك اللي بالخشخاش طابوا وجاو غزالين حتى هما، المنظر ديالهم رائع وبنان، بالاخص هذاك الجبن اللي وضعت في الجوانب. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.